الحضور والعبور للأمان. أنا اليمن واليمين واليماني، أنا اليمن وارث التاريخ وهذا زماني. أنا الجذور والحضور والعبور للأمان. أنا التفكير والتطوير والتقدم. قصص الإلهام والنجاح التي تكتب كل يوم تلهم وتصنع بداخلنا التأثير. أنت أيضا تملك قصة، احكيها والهم بها غيرك. شاركنا قصتك أو قصة ألهمتك على هاشتاج أنا اليماني وهذا زماني. مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه.